بيلعب باك ليفت. ايه ده؟ محشي خط النص. ايه ده يا شادي؟ ده كولسلو يا كابتن. ايه كولسلو ده؟ ده كولسلو يا كابتن. انت فاكر نفسك بتلعب في مركز شباب ليفربول؟ ده انت في الحطابة. هلا الفلفله حلوه. المهم وجبت البطاطا هذه الصفراء الحمراء. كمان نشارك معكم الطبق ديالي تقديت. هانتوما باقي البطاط ديالها يعني زوينه، غادي غنغسلها ان شاء الله. المهم هذه الصفراء تاعي خديت، هذه خديت الجزر خيزو هو تبارك الله تا هو. نحل لكم الميكا ولا بلاش؟ نحل الميكا ولا بلاش شيماء؟ حلها حليها وما تحشمينيش. عصبت هانتوما خيزو الكرافس باش ندير به شي حريره ان شاء الله. عندي هنايا الشوفلور ولا الشيفلور ولا شوف. عندي باربا صديقتي، باربا طيارة كلها منافع. المهم الصراحة كل شيء خضرة زوينة. مان تا هو خديتو. عندي هنايا قزبور، عندي قزبور، عندي معدنوس، عندي هنا شو ديال الشيبة. شاركت معكم كلشي، داكشي اللي خديت. هنايا الفلفلة حارة، واخا انا معا كانت لتحت داكشي اللي عندي. هنايا الخيار، عندي الخيار وعندي هذا البنجال تا هو. الصراحة راه كلشي جديد. عندي هنايا مطيشة، هنايا عندي الخس والكورجيت، هنا الليمون والحامض والثومه والبصله. هادشي اللي كاين دابا تبارك. دابا غادي نبدا معكم ان شاء الله الوصفه، وبقاو معايا
ونتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. بيت النقيه هذه نقطعها باش نعمرها ان شاء الله، بيت نوجدها وانا نحلها ونطلقت فيها هذه. هذه واش والدها ولا ما عرفت، المهم طلقت فيها واش هذا. المهم هذه وقلة الراس ديالها، دايره ماشي دوده هذه باش نكونوا مفاهمين. والله الا تلاقيتها بحال هكا حليتها، قلت والله بلاتي تنشاركها معكم ونوريها لكم. سبحان الله سبحان الله، شوف هذه كي داير اللون ديالها، وشوف هذه كي داير اللون ديالها. انا كيعجبني بحال هذا الشيء سبحان الله العظيم. والله قطعة هذه حشمت سبحان الله العظيم، قلت لكم بحال هكا تلاقيتها. جيت غير نقطعها بانت لي هذه وانا نجبدها، نقيتها هاي باش تعرفوا بان جبتها من هنايا. سبحان الله العظيم تلاقيتها دايره بحال هكا، ما فهمتش كيفاش دايره بحال هكا. المهم بحال هكا سبحان الله. هو حتى هادي سبحان الله، والله الا حتى هادي فيها. انتما عاوتاني ها واحد اللون اخر من هادشي، حمقني هادشي. هنايا الا خويت غنخوي الخضره كامل، تقدروا ديروا نتوما اي خضره عندكم، بيتو ديروا البطاطا، ديروا كورجيت، ديروا قرعه، ديروا اي حاجه عمروا بها. هاد الوصفه هادي كتجي رائعه، كتجي لذيذه، وبالنسبه للدراري ولا لينا حتى حنا، انا شخصيا كتعجبني. انا غنعمرها ان شاء الله وهاني معكم في المراحل كامله. دابا هنايا عندي الكورجيت حتى هو خويته، حيت انا عندي غير الموس ما عنديش ديك الاله اللي كيسميتو، المهم دي بانيت من الموس. وهنايا عندي الدنجال حتى هو خويته من الوسط، ومازال خصني شويه نخوي باش منين نعمرو يكون مخوي مزيان من الداخل، باش منين نعمرو يجي مزيان. وعندي هنا الفلفله حلوه، وعندي هذه الفلفله هذه حتى هي غنحتفظ بهذا باش نسدو من الفوق، وهادو غنخليهم بحال هكا. المهم نتوما معايا في كل شيء، غنستمر بحال هكا تنكمل الخضره ان شاء الله اللي بغيت انا نعمرها، وهاني معكم ان شاء الله. كنحاول ندور الموسخة بشويه ونخوي، وهذا الشيء بطبيعة الحال اللي في الوسط لا ما غنلوحوش. هنايا وجدت لا ميزون بلاص ديالي كامله، دابا ان شاء الله غادي نشحر هاد البصله هادي ونبدا معكم ان شاء الله نعمروا هاد الخضره ديالنا. بالنسبه للمطيشه عندي هنا تقريبا واحد 4 ديال المطيشات صغار حكيتهم، والروز هنا سلقته، وعندي هنا الثومه، وعندي هنا شويه الملحه، وعندي هنا الفلفله حاره، عندي هنايا الخضره اللي نقيت، وعندي هنايا شويه ديال الكفته، وعندي هنا شويه ديال الزعفران، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال التحميره، وشويه ديال الكمون ماشي بزاف. دابا نبداو ان شاء الله على بركه الله. هنا كنشحر البصله مع شويه ديال الفلفله حلوه، نديرها ان شاء الله مع ديك الحشوه. عندي الكفته، غندير ديك الحشوه اللي درت ديك الساعات، غندير الرز، غندير شويه ديال دوك التوابل، لي بزاطا هو غندير دابا، غندير شويه ديال الثومه، غندير قزبر، معدنوس، وغنخلط ان شاء الله هادشي كلشي، والملحه حتى هي راهي ملحه. غندير مطيشه، غندير زيت العود، اللي بغى يدير دما ديال البنه يديرها، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، هذيك اختياريه. انا غنديرها واحد شويه ديال الملحه العطريه، قزبر، معدنوس، وغنردهم يتشحروا باش يجي شويه خاطره. واحد المعلقه ديال مطيش الحب، شويه ديال الابزار حتى هو، الثومه، كيديرها ما يديرهاش. انا درتها وغرد دابا هاد لاصوص هادي تشحر ليا، ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله. درت مطيشة الحك، درت واحد المعلقة ديال مطيشة الحك هنايا،
البطاطا غنبدا بها هي الاولى. غندير كورجيت حتى هو. هي دابا على المرقه لاصوص ديالنا ها هي لا تشحرات. هذه ما كاينلاش نغسلها لان كانت فيها غير لاصوص. غندير دابا لاصوص ديالي هنايا لان عندي الخضره ما غاديش تجيني في هذه، يعني فرقتها على جوج. غنبدا ان شاء الله نديرها. دابا غنسد عليهم ان شاء الله. هادو غنحاول نغطيهم بهذا. ندير هادي ندير هادي ندير هادي. غنسدهم دابا ان شاء الله. نسد المهم هادو سديتهم وان شاء الله غنسد عليهم بالغطاء ونخليهم يتوهوا على خاطرهم. ان شاء الله نرجع معكم باش ندير معكم واحد الكراتان ديال الشوفلا. هاو دابا غنسد عليه، نزيد ليه واحد شويه ديال الماء ماشي بزاف، تقريبا كاس صغير. صافي غنسد عليها ان شاء الله ونخليها طيب على خاطرها. نرجعو ان شاء الله باش نصاوبو الكرطان ديال الشوفلور. انا دابا درتهم في الطاوه هذه، غندخلهم شويه للفران غير شويه وغنحيدهم وان شاء الله نوريكم الكراتان اللي غنصاوب ديال الشوفلا. انا عندي الشوفلور سلقته، ها هو دابا غنسلقو دابا هنايا. لاصوص ديالو راني لاصوص بيشاميل ولاصوص طوماط، هذه حتى هي راه صوبتها بحال لاصوص اللي كنصاوبو نيت البيتزا، حتى هي تقريبا بحالها تماما. غادي نستفها مع سخون. غندير هاد لاصوص هادي ديال مطيشة. بشاميل كلشي كيعرف يصاوبها، واللي بغاني نوري الطريقة راه فايت ليا درتها في القناة نصاوبها معكم، مكاين حتى شي مشكل. دابا غندير الفرماج ديال السندويتشات بحال هكا، غنديرو من الفوق وندخل دابا الكراتان ديالي ان شاء الله الفران. مبغيتش نشارك معكم العصير ديما كنديرو، مبغيتش نشاركو معكم. درت فيه غير الحامض والليمون والبنان، شويه ديال سنيده صافي الماء بارد. دابا غندخلو ان شاء الله الفران. بعد ما خرجت هذا الصينيه ديالي من الفران حطيتها دابا في هاد الطبسيله ديال التقديم، وان شاء الله الكراتان دابا نخرج واحد شويه
صافي العصير غنصاوبو دابا وصافي دابا الغديوه ديالي هي واجده. ها هي الغديوه ديالنا واجده دابا، راه كتجي زوينه ولذيذه، جربوها وصدقوني. واي واحد جربها يكتب عليا في التعليق، غادي تعجبكم بزاف بزاف. ولاصوص اللي شاط ليها هي ما ضيعتهاش مع دوك الفليفلات اللي تلاقيت في الوسط، هما ما ضيعتهمش. والعصير ديالي هو دابا نخويه، والكراتان ديالي نتوما بغيتو تحمروا عليها كحمروا، انا مع عفتو الدراري زربانين داغي خرجتو من الفرن، نتوما خلوه يتحمر اصلا كلشي طايب فيه. وان شاء الله تعجبكم هاد جوج ديال الاقتراحات اللي صوبت اليوم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله. وما تبخلوش عليا بلي لايك وديروا لي ابوني، وشكرا لكم بزاف 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 من اعماق القلب ديالي. السلام عليكم.